How much do you live in the UK? It's a small place. Personal value for me. A chart to the end of it. So I put it down first. Program and still have a very strong bachelor degree. Notre société NCUK est basée à Manchester, est née de 16 universités en Grande-Bretagne. مؤسستنا NCUK المتمركزة في مانشستر تضم 16 جامعة. أساس التكوين الذي نعرضه اليوم هي منح تأشيرة الدخول من أجل الحصول على شهادة مهندس في بريطانيا، إضافة لعروض تكوينية في الليسانس والماستر. الطلاب في الجزائر لديهم فرصة الدراسة بمركز الدراسات البريطانية بالجزائر العاصمة من أجل الانفتاح على العالم والحصول على شهادة بريطانية معترف بها دوليا تسمح لهم بالعمل بمختلف أنحاء العالم. السنة في بريطانيا يعني تقدر تكون بين 6 مليون دينار 7 ملايين دينار حتى 8 ملايين دينار وما يفوق أكثر بكثير في بعض الجامعات. لهذا الشيء احنا جبنا الجامعة البريطانية هنا للطلبة الجزائريين اليوم. بما يخص يعني الليسانس السنة حتكون 2 مليون دينار دونك 200 مليون ولكن يعني فيها تقسيط اوكي. وبخص البريماس البي ام بي حتكون 150 دونك 150 مليون يعني. واحنا اون فا دوني سكولرشيب مجانا للأول ولا الأولى تاع البكالوريا.